بحكي لهم ألف مبروك إن شاء الله بتهنوا تكون حياتهم حلوة وسعيدة، وبتمنى لهم الرفاه والبنين وحياة سعيدة. شو بتحكي لأختك وشو بتحكي لها نصيحة تدير بالها على جوزها؟ نصيحة طبعا لأختي ولجوزها إنهم يديروا بالهم على بعض وتكون المحبة والتفاهم، وإنه المحبة هي أساس كل إشي بين العريس والعروس. شكرا لك. لا وبشكر مسايا طبعا القناة المميزة. اهلا وسهلا باخت العريس وبنت اخت العريس. ايش نبلش مع اخت العريس، شو بتتمني لهم بهالليلة؟ بتمنى له الهنا والسعادة مع عروسته ويكونوا متفاهمين ومتهنين بحياتهم. شو بتقدمي لهم نصيحة؟ التفاهم والاخلاص. شو بتحبي تحكي لخالك بهالليلة؟ اول شيء خالي ابوي الروحاني واب لي وكل شيء لي بحياتي، وبحب انه بحبه كثير، وهو عروسته، وبتمنى انه يكونوا متفاهمين كثير مع بعض. شو بتحبوا تحكوا لمسايا؟ طبعا انا بعتز بهالقناه لان انا دائما بتابعها وبحبها، وبشكر لجهودكم كلكم ووجودكم معنا. انا هاي القناه بحبها طبعا، والف شكر لها. مرحبا. اهلا اهلين. كنت عرفنا حضرتك عزت العديلي من الفحيص ومن